عين عذاري لها عمق تاريخي وشعبي، تغنى الكثير بها في الأمثال والأغاني حتى اعتبرت معلما بحرينيا. ولهذه العين خصوصية مرتبطة بذكريات الطفولة التي تعيش في وجدان البحرينيين من جميع الأطياف، فهي تمثل عنوان الفرح عند زائرها. الزميلة إيمان شرف لديها التفاصيل. عين عذاري معلم بحريني ارتبط بالذاكرة الخليجية في عذوبة مائها ونبعها وسابها وسقياها، والتحمت باللهجة البحرينية في أشعارها وأغانيها وأمثالها الشعبية. وقد تعلق البحرينيون بعين عذاري تعلقا أصيلا، فهي تمثل عنوان الفرح عند زيارتها والاستمتاع بتحدي عمقها والتجول حول نخيلها القريبة والتلذذ بثمار أشجارها البعيدة. عذاري هي أسطورة الضمير الشعبي، تتمثل في عذراء جميلة أرادت أن تحمي نفسها من معتد ملثم، فضربت برجلها الأرض بقوة فأحدثت فتحة سقطت فيها وخرج منها ماء عذب يتفجر ويندفع في غزارة ليغطي سطح المكان وليستمر تفجره ولا يتوقف. ومنذ ذلك الحين سميت العين عين عذاري. أما ذلك الملثم فقد اختل عقله من هول ما رآه وصار يروي القصة في كل مكان. ويأتي الاهتمام بهذه العين من عدة أبواب، أولها الجانب التاريخي والحضاري، امتدادا لما توفره العين من متنفس ترفيهي يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع. ورغم التطور الذي طال عين عذاري إلا أنها لا تزال تحافظ على رونقها التراثي الذي ينقل مرتاديها إلى سنوات طوال مضت. وقد قامت الجهات المعنية بنقلات نوعية على مستوى الصيانة لهذه العين، كان آخرها حديثا حيث تم استبدال المضخات القديمة بمضخات حديثة مطورة، بالإضافة إلى تنقية ماء العين وتوفير جميع احتياطات الأمن والسلامة بدافع الحرص على أمن المرتادين وهواة السباحة. وبفتح عين عذاري لأبوابها من جديد تفتح صفحة جديدة من دعم السياحة الداخلية باستقبال زوارها ومحبيها بلهفة المشتاق. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.